شويه. جميل يا ورد، نورتينا. انتوا اللي نورتوني امارات نيوز، وشكرا لحضوركم طبعا. اطلالة حلوة اليوم، مناسبتين، اول شيء اطلالة حلوة، ثاني شيء اطلالة غنية. عيونكم الحلوة، عيونكم الحلوة، شكرا. تسلم. خبريني اليوم عن الاغنية تراهم ليا اللي حتطلقيها. تراهم ليا اللي حتطلقيها اليوم. يا هي اغنية يعني بتحكي على الحب، على الغرام، بما انه أغنية كلها مصارعة وقوة شخصية، وبحكي بغني على حالي، فقلت يلا نغير، نحكي هيك على الحب ونغني للحب شوي، بما انه احنا لازم دائما نوصل الطاقات الإيجابية للعالم. احنا بوقت كثير فيه الكآبة وفيه ما في بوزيتيف انرجي، فانا حبيت اعطيهم جرعة حب هيك بأغنية ترهم ليا وبس. يعني كأنه نسائية، هي كأنه وحدة بتغني لحبيبة، يعني انه انت بتحن علي، انت بتعرف تحبني، انت هيك يعني. جميلة، كأنه انت دائما بكل اغنية اللي عندك لقيت بتقدميها بيكون فيها قصة، يعني بتكوني موجهة فيها قصة، فشو القصة تحديدا اليوم حاولتي تطلقي فيها؟ الفنان لازم يكون مجمع كل القضايا، مش بس شغلة صارت مع العالم. فأنا كمان يعني بحب تكون المواضيع مختلفة، تحكي على الحب، تحكي على القوة، تحكي على الغدر، على الخيانة، على تحكي عن حال. مثلا غنيت المعلمة اللي مع روتانا بغني على حالي، يعني نسائيات. طيب العنوان حتى، يعني بدكم اعمل شيء للرجال يعني امدح فيهم ولا العكس؟ ان شاء الله. معهم ولا لا؟ لا، انا مع اي حدا يكون، اي حدا، لا انا اي حدا يكون منيح معي انا معه. مين تعاونتي بالأغنية؟ طبعا تحية لصناع الأغنية، كلمات سامي العنتاكي، ألحان علي سالم، توزيع المايسترو عمر العزبي أكيد، وإخراج لؤي الأسود لأول مرة طبعا. وانبسطت كتير بالأغنية لأنه مختلفة عن الأغاني اللي عملتها قبل هيك. أميليا خبريني، حتى الإخراج شفناه مختلف. أكيد، تحية للفريق الإخراج وخاصة الأستاذ لؤي الأسود، حضر نورتنا. سعيد مساكم يا رب، سعيد مساكم. مسألة عن الإخراج اليوم، الكليب كان غريب. أي والله صح، إحنا حبينا نعتمد البساطة والعراقة بهالكليب، خيل وطبيعة، وكان شيء كتير حلو، إن شاء الله نال إعجابكم. الخيل كان له اختيار معين خصوصاً إن هي بتحبها، ولا هي اقترحت الموضوع أو من عندك؟ والله هي هوايتها الخيل، كتير بتحب الخيل لأنه هي عربية أصيلة، بقى بتحب الخيل العربي الأصيل، ومن هالباب إجا إنه موضوع الخيل. خبرونا أكثر عن التعاون الأول اللي جمعكم مع بعض، كيف شفتوا التعاون معه؟ والله بصراحة التعاون الأول كان كتير حلو، كانت أصداؤه كتير حلوة، كتير متعاونة بالتصوير، بس بتعيدنا المشاهد كتير. أنا حأحكي هو صراحة بس الكلام جننتم بالتصوير شوي، بس فاين، بس نتيجة حلوة. راضي عنا؟ اي لا الحمد لله، لا وعملت مشاهد كتير حلوة، في مشاهد بدها جرأة وخيل وهيك، لا ما شاء الله عليها خيالة من صغرها. ليش العراقية انت اول مرة عم بتكوني فيها صح، ولا سبق اطلقتي اغاني؟ انا اول اغنية بعد العرب ايدل هي عراقية، موتى بيدي، فانا بعشق اللهجة العراقية في الاغاني، لكن بالحكي ما بعرفش احكي الصراحة، صعبة شوي تكون، بس بالمعنى اكيد يعني بغني كل اللهجات، عراقي، خليجي، لبناني، سوري، مصري، فانا عاملة كوكتيل يعني. اللون العرب هيك بتحسي انه بيتناسب مع كاميليا؟ والله أوقات في عالم كتير يجمعوا على اللهجة العراقية، في عالم يجمعوا على اللهجة اللبنانية السورية اللي هي قريبة لي أكتر، في ناس بيحبوني أكتر بالجزائري لأنه أنا جزائرية، وفي يقولوا لي مصري، فأنا عم بعطيهم كوكتيل، اللي حبها يحب، ما حبها يسمعها، يعني هيك. لسه عم يجيك عروض تمثيل؟ بصراحة لا، بطلوا يعطوني. شافوني ما ممكن، ما قبلت ولا عرض، بطلوا حالي، بس اذا في شيء اكيد. بس خلص اليوم بس اوكي، انت جاهزه للموضوع؟ العرض لازم يكون لبناني سوري من النوع، ايه حصرا، لانه حكون حقيقيه. انت بتفضلي المسلسلات المشتركه ما بين السوريه اللبنانيه اكثر؟ اكيد اكيد، هي وانجح والى مشاهدين اكثر. صح. لون الوان الاغنيه الجديده اللي حتقدميها، في شيء عم يتحضر كمان؟ أكيد في أكثر من شيء عم يتحضر، منهم مع شركة روتانا طبعا، نوجه لهم تحية،
وممكن كمان مع شركات تانية، وممكن كمان إنتاجاتي أو كوفرز لأشياء جزائرية إن شاء الله. بس كمان شيء مميز بينك وبين روتانا يعني خلال الفترة الماضية؟ الحمد لله لحد هلأ حلوة، وإن شاء الله تضل حلوة لبعدين. وعم نحاول هلأ نركز على الأغنية البوم، ما بدناش نتسرع وننزل أي شيء. فإحنا هلأ من أسبوع كنا باجتماع أنه ندور على شيء ويكون مفاجأة للجمهور. إن شاء الله لما نلقاه أكيد حتشوفوا فجأة. يعني ليش اسمك دائما مرتبط بشغلات مثيرة للجدل؟ يعني دائما صور أو ليش ليش هن هيك متحططين عليك مثلا؟ ها طبعا تحية لوليد عطلة، صار مملي ياخي لليومين، فأنا لبسي هن بيفكروا أنه أوفر ممكن تصوير أو شيء، بس أوكي يعني أنا حلوة يعني جسمي حلو شو عامل. طيب هذا الشيء بيضايقك وقت يعلقوا على الموضوع او كذا بتردي او كيف تتعاملي مع الموضوع؟ خلص انا شيء مقتنعة فيه بنزله، مش مقتنعة فيه ما بنزله، ما بركز على هاي الشغلات. مع اني اخذ لقبين ملكة جمال وهيك، بس انا بحس مش عبارة عن حكي، انا بحس انه الجمال ينبع من جوا، لو ما كنت من جوا حلوة ما بكون من برا حلو. خلص ما هنين احنا موجودين السوشيال ميديا مشان هنين يعلقوا، يعني اذا ما حيعلقوا فشي غريب يعني، فاكيد لازم يعلقوا. سلبي او ايجابي؟ لازم الاثنين طبعا، ما فيهمش الكل يكونوا يحبوني غلط، كمان الكل ما بيحبوني كمان غلط، لازم يكون في تناسب. اذا الرسل وما عليه الصلاه والسلام ما كانش عندهم الكل بالاجماع، كيف انا حيكون عندي الاجماع؟ بس عم نحاول على قد ما نقدر نوصل للجمهور بطريقه طبيعية ناتيرال حقيقية، نكون خفيفين عليهم، هاي الأهم يعني. كيف تمارسي حياتك اليومية؟ أنا إنسانة لما أتضايق أروح أعمل رياضة أو أروح بالليل للبحر، أي أهم شيء. إذا بدي أسوق بالليل أروح للخيل، بس هاي الشغلة تخليني شيء. لما ينقص عندي الباتري مثل لما يطفى شحن الموبايل، الشحن تبعيتي لما يخلص هاي الإشياء الوحيدة اللي تعطيني الباور. الفنانين بيشجعوكي بالوقت تطرحي غنية؟ والله أنا ما بيهمنيش من يشجعني ومن لا، لأنه أنا أي شيء بعمله أكون مقتنعة فيه وبحبه. بتاخذي رأيهم مثلا؟ ما باخدش رأي حدا ولا حدا. أنا عندي مع يعني كان عندي إدارة أعمال وهيك، أنا بحب أعمل رأيي حتى إذا كان غلط بتعلم منه، وإذا عجبني برجع أعمله. بحب التجربة كثير ما بندم على شيء، حتى إذا غلط ممكن إذا عجبني الغلط برجع ممكن غلط هيك غير يعني. شوفي هيك تجربة أخذتيها وقلتي يا ريتني ما عملتها؟ ولا مرة. ممكن لا مش صائبة، ما قلناش صائبة، مستحيل تكون صائبة. قلت لك حتى قراراتي اللي باخدها ما بندم عليها، حتى لو كانت غلط ما بندم عليها، لأنه ممكن بوقتها كان لازم أغلط، فحلو أوقات نغلط تنتعلم.